اش عندك يا بابا في الكرتابة؟ مريرة في الشهر يجينا فيف يورينا معون الصنعة. اضغط على زر الاشتراك وما تنساش النجوز باش ما تفوتك حتى حلقة. كي تقبلي كنت في الليمير ناتوريل دونك قبل ما يجيو لي فلاش لازم جو موديليز شويه الليمير ناتوريل دونك جيتي اوبليجي باش نخوا ريفليكتور دونك هذا الارجنتي هذا النوار باش تيليميني لي تنحي السلسله يولي ديفيزور ايه كي تنحي السلسله يولي ديفيزور صغير ماش 60 سنتيمتر ولا ايه مي بور كومونسي سيتي تري براتيك دايما نصلح شويه دونك كنفسرهم شويه لي تخوا زوتيليزاسيون لي تخوا لي اللي ما يعرفش معناتها ريفليكتور شنو ما تلاته وقت اللي تخرج تصور بورتري في النمير ناتوريل جينيرالمون فما بلاصه ضاويه وبلاصه في اللومبر بلاصه سور اكسبوزي وبلاصه سوز اكسبوزي تنجمش يكونوا زوز ضاويين سي امبوسيبل سي تصور رو في البوست برود مي البوست برود بيتر نعملوا له حلقه انا ريخر ما لازمش نعتمدوا على البوست برود باش نخرجوا تصوير اللي قاعد ما تمشيش لازم تخدم من الاول صحيح فوالا ما تقولش تنصور كيما جات والرو يجيب ما لازمش دونك يلزم حاجه كيما هكا الريفليكتور دونك في البارتي ارجونتي هذيا تعكس الضوء لوتر سونس في البارتي فوالا دونك تضوي بها البارتي تظلم شويه فوالا دونك ارجونتي اذا تحب بلوز او موان تقعد في فرد تمبيراتور والدوري اذا تحب تسخن شويه التمبيراتور وهذه تو سامبلومون انا باه نستعملها باش نبلوكي اللوميير تو سامبلومون من غير فلاك فوالا من غير من ما تخرج لي حتى ريفليكسيون دونك الشمس حاجه نحط هكا باش تبلوكي كومبليتمون اللوميير والليتيزاسيون الثالثه اللي نتشيخ عليها اكثر اللي هي فوالا اللي هي سيمي بون ان بو هكا تشوفوا في يدي فوالا اللي هي باش لي ديفيزور شو معناها ديفيزور سافو دير اللي كان انا نصور في الشمس لي زومبر باش تكون تري دور على الوجه كي انا نحط القطعه هذه باش يوليو انا هكا ان بو دو كيما ترا في وجوهنا انا تو احنا نخدم بضو معاه ديفيزور سوفت بوكس دوكو الشاروز يبدا معناتها بروغريسيفمون ما تراش هكا حاجه ما فماش قصه مباشره من بين الضوء والظلام فوالا دونك هذايا ريفليكتور عندي واحد خوه كبير اكبر منه وطلع المستطول الكبير ايه عندي متر اكبر منه ايه فوالا اكبر منه ولقيته في حانوت تاع القربج كيف فريب اون فيت هي شنو انا نحوس مع واحد صاحبي يفهم لها بالكدي لقيتها في الدبش هبلت عليها قلت له بقديش قالت لي ب 15000 معناها شفت الفرص اللي هي في امازون ب 30 يورو فرص وما فرص وطلع يعرف انا في بالي نقول له شنو نكالي بها فازا هكا قال لي هذه نتاع المصورين يعرفها هو حاسس له حب 20 بعت شريت خذيتها ب 15 كوميم حتى 20 رابح يا اخي اي بور فو دير فوالا الفرص فيكتيفمون حتى لو هي نتاع قربج وتقول ما فيها حتى شيء ينفعك ساعات ترقى فيهم حاجات اللي ما تلقاهمش في بلايص اخرى به وهذوما بون هذوما السيستيم دي انا عملهم بالمقص وبال سيستيم دي بالمقص وبالواحد سي جوست وقت اللي تشد منو الفلاش شد فلاش هكا سي جوست باش الفلاش يمشي يوني ديريكسيونير ما يضوينيش ا دوات يا غوش عملتها بون فكره سي بور مون بيزوان بور اون فوتو ما نحبش الفلاش يديفيزي دون تو لي سونس عملت هذوما بور بلوكي كيت فيهم في الستوري تاع انستغرام سبيل تاع الضوء ما يتشرجعش فوالا دونك انا جي كري السبيل هكاك اي سبيل معناتها يتفرت الضوء يتفرت فوالا وتحطهم باللاستيك بون دوبي ما استعملتهمش شويه بريكولاج انا كنت بريكولور تو ماتش كنت نحب البريكولي وصنعت سلايدر وحدي من بعد برجولية بون انا الساك هذه خاطر ينجم يتغلف كل فوالا برميابل هذه بالشتاء سي تري براتيك عندي ميكرو بون ميكرو كرافات بون هذه سي جوست خاطر كيما كل مره حكينا وانت حكيت مع واحد قال ما دريمر دايوغ وقت قلت الصوت سي امبورتون كو يكثر 50% واكثر انا في الصوت مانيش اس مانيش ان بروفيسيونيل مي اللي نحب نقوله لكم كو سوسوا كانون 5 دي مارك 4 ولا كانون 1 دي كو سوسوا اي اباري قوي ياسر اللي برشا فلوس ديما البولتين مايك كعبله مهما كاين الاباري راه كعبله دونك انا كي نحب نصور فريمون جيسي لو ماكس ديفيتي باش ناخذ البريز دو سون من الكاميرا بيدها راه سا سيغ ا ريان دونك انا فيو حبيت وقتها خلينا عندي سيت مع واحد صاحبي اسمه ايرو تونيزي حبيت نعمل دي انترفيو تو دونك خذيت ميكرو كرافات ماهوش غالي كرا في 5 اورو ماهوش المارك اكبتيك ولا حاجه كيما هكا باه بيان سور زاد حتى الكاليتي ماهيش فاموز مي ديما خير من الكاليتي نتاع الكاميرا دونك هذه سا سكي سور هكا ثم برشا خيوط وان شاء الله انا جو دوام انفستيغ في ان بون ميكرو خاطر البزوان سا كومونس ا سو فيغ سونتيغ ديما نرجع لحكايه البزوان من الاول هذا سامو ساتيسفي توا باش نتعدى ليفل اخر دونك وقتها ناخذ البون ميكرو في وقته
دونك بون لهنا هذوما دي اكسسوار الخيوط نتاع لاباري فوتو باش نمشي على جي دي ان اي تلفز كل شيء دونك هذا البيزم ونوصل للبوشيت الاخرانيه اللي هي فيها البي سي وفيها حاجه جيمجي الشطر الثاني مع البرود هي البرود بون ان تريبي مش لازم نحلوه مي سي ان تريبي ليجي خفيف تحط فيه لاباري سي جوست ان تريبي موش اوسي سوليد مي لو بوا نتاع لاباري سور 1855 معناها كومبليتمون pardon complètement gérable mouche حاجه كبيره مي خفيف خاطر زيد ما تنساوش عامل لو بوا سي تو دي ديبلاس سي تري امبورطون لو بوا دونك هي ان تريبي ومن بعد من بعد من بعد من بعد من بعد عندنا لاباري فوتو البوست برودكسيون اي بوست برود نتاع كل سا ان بي هذه ماهيش تابلت هذه كيندل كيندل دونك ليزوز ليزوز هكا تقرا اي ريدر ان توكا كيندل هو اللي يقرا عليها الكتب من غير ما تقلق عينيك دونك هاو يشوفوها العباد اوف بون ما تبانش غلطه بون كيسكو سي اي ريدر نحط عليها دي بي دي اف دي ليفر نقرا عليها اي بوك معناها فوالا دي اي بوك مي هي الفازه فيش اللي ما تستحقش ال معناها في الشمس تنجم تقرا فاسيلمون اي تحس لافيشاج تاعها بيزار كل كيسو ليكيد تعرفيش منها سنة عشان هذيك تنقول لك لا تذكرهم ذاك اللي كالكوليت القدم اللي هاك ال ايش بيه انسى موت باسو تراك 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 بتاع البوبيشا فوالا شو توا انت حاقق بحث الضوء تخش عليك في الشمس تنجم تقرا فاسيلمون صحيح ولا لا؟ دونك فوالا تنجم تتصفح الكتاب نتاعك اتسيتيرا اتسيتيرا ديت كونتراست ماري بلون دونك فوالا توت فوالا مطلوب صاير معناتها با لا بين الوان فوالا دونك جوستومون هي شنو الكيندل دونك الكيندل هي تابليت سبيسيال تنجم تقرا بها في الشمس ما تكونسوميش برشا انرجي تشارجيها مره تشدك شهر هي في سام برودوي امازون دونك تنجم عندك كونت تشري بيه لي اي بوك على امازون اي تو مي سي با غراف تنجم تحط عليها تي بي دي اف مير سون فو تاج تقرا عليها كيما تحب دونك ديما عندي في الساك في ديبلاسمون نقعد نستنى واحد من نقرا انا مانيش مغروم بالمطالعه ما نسمع الاوديو بوكس ان توكا جو بريفير الاوديو بوكس اما والله شهي ساعات واحد لازم يلقى ان جادجيت لي بي سي سوني فايو سوني فايو تشمت سوني فايو ان فيت كانوا احسن بي سي انا كنت نتمنى نشري سوني ما اما ما فهمتش علاش سوني ما مشاليش البرودوي اما كانوا قوي على هذه لازم حلقه وحدهم اللي هو مقلوب لي بي سي سوني فايو الوغ انا كان اول بي سي فايو مش هذا واحد اخر بلينمون ساتيسفي بس السيرفيس ابري فونت بال تو سكي ديزاين سي الماك دي بي سي و مالوغوزمون الماك ايت تانت سي سي نيكزيست بلو ماش فما ماش برودكسيون ماش ماش فما فايو سي سو يغ لي بي سي قديم حاطت فيه comment s'appelle ça caddie un disque dur pour augmenter la capacité interne donc fait 1 tera suffisamment pour l'instant il me suffit pour traiter les photos mais pas pour les vidéos alors il dit d'ailleurs en 2012 ça va les vidéos en norme 720p il peut gérer mais t'as l'air faire 4K 1080p et ça plante donc les unités au PC je dis mais en allant charger mais quand j'ai fait le sigle interne donc quand même chez les conférences la chose qu'on me dit quand je dans les chabelles au plus ample en taille donc voilà c'est elle est PCM mais elle est très lali donc حتى كان اخو PC اخر حتى اللي توش من الاستعمال donc voilà اللي توش مستعمل ça reste toujours une légende voilà انا je m'attache trop les objets نعملوا له بلاصه لهنا ومع اخر حاجه اللي هي ما يعرفوهاش باش عبيد و سانتريس با ليها surtout les photographes اللي هي la tablette graphique voilà La tablette graphique, je m'en ai une tablette graphique. Mais, pour te dire, tu as suivi la tâche, on t'a mis un traitement global. Tout ce qui est traitement global, tu as la lumière, l'expo, ça se fait par un logiciel, Lightroom. Lightroom, tout à fait. Mais qui peut te dire, les traitements locaux, on a un détail, on a un outil, de précision, tout à fait. Et l'outil de précision, c'est la souris, en fait, à la carte, comme on a appelé des souris, à la carte, je vais te dire précis, surtout sur des détails. Les autres, le zoom in, les détails, le mouvement est camouflé, le zoom. Mais ce n'est pas bien. Donc, on a un hammam, effectivement.
باش ناخذ اون تابليت غرافيك و افيك ان ستيلي دونك شنو معناها تابليت غرافيك في عرض السوري بشويه البوينتور نتاعك ستيلو وتولي فريمون تتحكم او مليمتر بري باللي ديتاي الليدر نتاع لي تابليت سي واكام كو سو سوا كاين لي تابليت بامبو هنا اللي هي واكام بامبو اي فوالا هذه اللي من بعدها هذه بعد انا كنت عندي البامبو صغيره ما بعد فوالا هذه اللي من بعدها دونك واكام عندها لي برودوي اماتور لو برودوي بروفيسيونيل سيمي بروفيسيونيل تو دونك انا جي بريفيليجي لي زون حبيتها كبيره باش تبدا كونفورتابل في الخدمه دونك فوالا سا سو برانش سور ان بي سي وتبدا تخدم معناها اللي جربها يحصل انا تو جو في بلو لي تريتمون سور فوتوشوب بالسوري voire même pour les arcs que je peux faire قبل سي ان بي دور مي avec ça c'est vraiment très facile ou très très انا عاود برباشني توا خاطر انا خممت فيها برشا مرات خاطر نعرف اللي البزوان نتاعي تابليت مي انا قلت توا باللي باش تنفستي في حاجه اللي انت اما تصلح لي على الاخر سيرتو توا وليت نعمل دي تريتمون نعمل فما مولتيبل اكسبوجرز على سترو يطلبوا اني باش نركب نعمل نركز وتصاور دونك يلزمني لي ديتاي ما بين الفور جراوند والباك جراوند لازم تخدم فوالا هي خرجت موديل اجد منها توا في الكوميرس اللي ديما باغ جينيراسيون مي ديما تعرف الجينيراسيون ساعات ما يزيدوش حاجه كبيره ديما يقعد نفس الاستعمال مي هذه زاده تنجم تركب لها كيت واي فاي مش واي فاي سون فيل معناها تنجم من غير خيوط لحد شيء تنجم تتحكم فيها ديريكتومون سون فيل تركب عليها بيليت مي هي سما معناها سكوري با مال دو فوا كان لينا بشويه تصاور احنا نحكي اون باراليل اشتراهم راهو معمول بالواكام خاطر كيما قلت لك فاسيليتي في لوتيليزاسيون وبرودوي عند لي فوتوغراف ماهوش تري ديموكراتيزي ما نعرفش علاش مي انا بور موا سي لان دو ماست معناها سي انديسبونسابل فوالا دونك اون غرو هذا tout ce que j'ai في l'utilisation en terre amateur voilà donc intéressant bon اليوم setup caméra barca donc فماش برشا كاميرات لا tabletop لا حتى شيء مي quand même tout est clair normalement donc نتعداو البارتي الثانيه اللي هي انا نقول لك شنو اللي راه ناقص donc حاس ما شفت انا فما حويجه برك ناقصه ما عندكش ان grand angle ما عنديش le grand angle نحييك على الغمارك exactement ما عنديش grand angle تعرف عليش خاطر انا vraiment حبيت le grand angle au moment اللي حممت نعمل astrophoto كيفك ايوا يميز من grand angle حتى في landscape le grand angle عملت étude خاطر حسيت بالبزون tout à fait ولقيت في l'esprit تاعي في البيجيم تاعي في الواحد يعني في كيف ان هارموني مع البرودوي هذا الكل هو ساميونغ 8 ملم اما يزمك بالنسبه لادابتي الكاميرا دي سي لو نيكون 10 ملم اف 2 بوينت خاطرو حل برشا والوفرتور نتاعو فوالا انا جيتي انتريسي بيه عندك الحق حبيت ان كونتونغ اللي هو باش يخدم معناها بالحق سي بلو كونفورتابل تو سكي اسكو فوتو حتى في اللاندسكيب اي تو سي فري السؤال توا سؤالي ليك هو دريم جير نتاعك شنو هي القطعه هكا انت تراها تحب تزيدها توا شنو حاجه تحب تشريها فوالا باه السؤال نتاعك فيه دو فولي الدريم كلنا نحلموا معناها كان تحب لي دريم باش تعطيني الحاجه الكبيره واش حاجه الفوزابل باه علي دخلت للباراديم نتاع لي فوتوغراف ريغارد اوتور دو تو انا جو نقولو ثانيا فادو انا جو نقول كانون عندي اي واحد يجم يحلم بالباريك الكل مي هذا كيستيون مختلف على شنو القطعه اللي تحب تشريها خاطر ديما نرجع انا ما نخدمش بكانون عندي نحط 10 قديره 20 مليون باش من الاخر نصور بها مره في الجمعه ولا مره في الشهر سامارش با جو با لي بونيون بور لو فير كان جيت ندس فيهم للركبه وي ما قلقنيش مي مالوغوزمون سو با لو كا انا pour l'instant الكانون النيكون هذيك pour l'instant ça me satisfait مزلت عامله جو كرا 80 ولا 75000 déclenchements donc ça va مزال عندها مزلت معناها ça va donc مش بدل appareil photo peut-être effectivement le besoin تاع le grand angle lui ça fait un peu ça commence d'être de plus en plus urgent mais انا تاع باش نشري مراجعين باش نشري ان ميكرو شاتغان خلينا حكينا على الميكرو وانا فيو لو اكزاكتومون كيما اللي نصوروا به توا اوبس فوالا كيما هذاك دونك شاتغان باش ناخذ شاتغان خاطر كيما قلت انا عندي اكتيفيتي ميوزيكال اون باراليل و جو بيزوان باش ناخذ بريز دو سون بيه سورتو كونت يل ساجي دو لا ميوزيك دونك باش ناخذ شاتغان ان شاء الله ومن بعد باش نكمل في الصون باش نحاول ناخذ ان زوم دونك زوم اتش 6 ولا اتش 5 اللي باش يكون فيه ميكسور هو زوم ما تعرف عندك بلوس وتنجم منه تي ايفولي تاخذ الميكرو اللي تحب عليهم وتعمل تحب عليهم هذا سكي كونسيرن لو سون
L'achat j'ai est un charge qu'on a un PC, quand on arrive sur la retraite bientôt. Donc, mais il y a un dream tag, il y a un dream camera ou un dream camera. Dream camera. Dream camera. هي Sony Alpha. أنا هي منهم الألفا. ألفا 2 S L R. L R 2 ألفا R 2. تو خرج R 3. تخرج كارين R 3. عليش على خاطر ميرورلس. ديجا. دونك سيلونسيوز في الكونسير. وأنا عندي مشكلة كبيرة كي نبدأ في بين العبيد في العبيد صحيح العبيد تتقلق. احنا كوم دي فوتوغراف يعجبنا الصوت هذاك نشيخو عليه. مي وقت اللي واحد يسمع في مزيكا بحثيك تكون سي ان بو جينون دونك الحاجه به ميرورليس سي ديجا سيلونسيو كوم اباري خفيفه والكاليتي نتاع سوني كاليتي نتاع سوني جيم بوكو فما منافس اذا تحب تبقى في نيكون نيكون خرجت زيت 7 زيت 6 معناتها سمعت انا شوي با تري فيديل للمارك معينه فوالا دونك نجم كيما نرجعوا للبرانسيب تاع لو بيزوان مي صحيح اللي نيكون خرجت كانون زاد خرجت كلهم خرجوا ميرور لي سيستيم توندونس ان فيت فوجي زاد خرجت فوجي خرجت فوالا في الماتيريا ما ثماش جو برو باسكو جو با بيزوان ما عنديش البيزوان مانيش هكاك الروندونور ولا نعمل دي ريبورتاج برشا باش نعمل جو برو quoique c'est un appareil très très pratique donc voilà en gros dis-moi le keyword de cette vidéo est heavy c'est le besoin imchi armi l'acta à la قد ساقيك اذا تطور طويل ساقيك بدل الاخطاء ولا خايط ولا جون سيفا مي ما تخوش كل شيء من الاول ومن بعديك تسات دو موتيف فلوس تمشي حرام فلوس تولي اقل دونك سي با سي با اون بون ايدي وحاجه اخرى زيد استحوذوا على الماتيريال كي واحد يتعب على الماتيريال ويكون معرق عليه وشريه بفلوس وكل يولي كيما التي شوشو نتاعو عرفت اذا مستحفظ عليه فهمت خاطر الماتيريال اللي تعمل معناها عنده دوغي دو في صحيح mais à toi de la prolonger autant que tu peux. Donc il y a des aides parmi les remarques. Donc voilà. Dernière question, tu as une petite question. Alors, si Ali. محضرها apparemment من العشية. محضرها باللي عرفتك. اللي فيتك على اليوتيوب. بي. بي. أنا يعنيها في tout ce qui est montage ou tout ce qui est montage, je suis basique. On a fait niveau basique. On a à la limite une porte de séquence. On a mal fondu, mais bien sûr, on a fade and black, fade and white, ou la cross fade ou tada. Mais intéressant là, dans les vidéos, je suis très intéressé ou impressionné par tout ce qui est jeu de transition, les titles qui fait chaque pop-up, et donc j'adore. Donc sur Illilul ou les autres things, ils découlent. Quand le logiciel est stable, ou est-ce que les titles ou les effects, et donc est-ce que انتي صانعهم انتي عاملهم مانويلمون حطتهم تاعك والا ان سيت يقدمهم فري ولا شريهم ولا كما سمعش En fait, les deux logiciels sont l'Adobe Premiere ou l'Adobe After Effects. Récemment, l'Adobe a fait un update. Donc, il y a un panel qui est l'Adobe, dans le Premiere, qui est Graphics. Donc, il y a un bouton, un texte, un texte, un texte, un texte, un volet graphics. Et connecté à l'After Effects. Maintenant, je vais faire Motion Graphics, je vais faire un After Effects. وتنقلها تولي ان فورما اسمه موغرت هكا اسمه موغرت موشن جرافيكس ار تي ماشني دوكو معناتها دون لو كادر دو سكون ابل لو دايناميك لينك لو لينك ما بين اللوجيسيال لادوب هذاك علاش نبقى نخدم بالادوب ميم سي فريزي يفريزي لادوب ويتبلوك او كذا مي ما نجمش نبدل دونك الورك فلو ديما مهم ياسر شنو هو كيفاش نعملهم ساعه ما نصنعهمش انا ساعات نعمل انا معناتها بيرسوناليزاسيون انا جو في لو ميكس يعني انا كيما حنا نقولوا بارفان تقول لي بارفان انت صنعته نقول لك هو ستاميكس ما بين دو بارفان صنعوا مع بعض اخرين دونك انا ناخذ جي ميتريزي ان بو لي لوجيسيال دونك كي ناخذ بريسيتس نعرف نفرك ونبدلو ونصنع به حاجه اخرى مي جو في با لا كرياسيون كومبليت اخر مره شريت ان باك 50 باوند ريلي مي سا فولكو علاش خاطر باك دراج اند دروب قبل كانت عندنا مشكله تاخذ ان بروجي وموديفي وكذا تو دراج اند دروب مع بلاتفورم كامله تهز وتطيش وتخدم به وتنجم تلقى منه حتى فورما موجل تاع البريمير دونك لي زانيماسيون هذوكم كل كتالوج نحوس فيه ونختار منه قطعات ونموديفيهم دونك تنجم اي واحد يميتريز شويه ينجم يرجع اللعبه هنا في الجرنيتور نتاع الفيديو هي الذوق تفرجوا في برشا فيديوهات شو اللي عندكم ذوق تشوفوا التوندونس
Tout à fait. De toute façon, je connais style attirant. Voilà. Voilà, exactement. Tout à fait. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un temps. Inch'Allah, nous allons vous donner un temps. Les épisodes de Zoom, معناتها يطلبوا يكونوا طوال برشا قالوا لي الالغوريتم يوتيوب راه ولا يحب الفيديو الطوال طول عليه هنا طولنا الفيديو دي الحاجه باهي اللي تفرش فيها حتى بعد 10 سنين 5 سنين لازم شي كابتي منها حاجه تبقى فالابل سو في ان بليزير ميرسي بوكو عاشك بليزير بارتاجي الحلقه الجايه لايف تولك ما نعرفش عاد لايف تولك تهبط من بعد ولا قبل او ان توكا نتقابلوا مره جايه باي باي تشاو تشاو